ازيكم يا جدعان، ورجعنا لكم تاني في حلقة بال وورلد الجزء التاني. انا ما كنتش طولت عليكم. ابتدينا رجعنا زي ما كنتوا شايفين. اخر مرة كنا عاملين مزرعة الخشب والطوب والكراشر، كنا موصلين البيزا بتاعتنا. كانت ليفل 7. النهارده هنبتدي نجمع 30 بال، زائد ان احنا نوصل البيزا بتاعتنا ليفل 12 او 11 على حسب، ويعني على حسب الوقت اللي هيكون معانا هنظبط. بس قبل ما نخش ما تنساش اللايك والكومنت والشير، بيدعموني جدا، والاشتراك. وما تنساش ان احنا كل يوم على تويتش الساعة 6 بتوقيت مصر بنستريم على تويتش من الساعة 6 لحد الساعة 9، واحيانا بنختمها ل 11 اذا كان في تفاعل كتير في الناس والناس حابة ان احنا نطول. فبننوع في الالعاب عموما، احنا مش ثابتين على اللعبة، على حسب برضو اختياركم انتوا في الستريم. فيلا خلينا نبدأ ننطلق و نجمع شوية وحوش. بس تعالوا بس ننام كده الأول، شوف احنا معانا وحوش ايه الأول، شوف احنا نقدر ايه اللي هنفتحه. اوه ده في غارة. اوكي محتاجين ننزل ايه بقى؟ اوبا، هما فين اصلا؟ هما هيهاجموا منين؟ من فوق هنا. تعالى ايوه يابا موت، اللي بعده موت، يلا اللي بعده اللي بعده. على طول ودي يا باشا، تعالى كده هاجمه هاجمه، والله هاجمه يا ياسطا. اي خد يا انت بتضرب دي، طب خد قول، يلا شاطرين. خلونا كده لحد دلوقتي، بس تعالوا نروح نحاول نطلع لنا قوس كده وسهم عشان عاوزين نعرف نتحرك كويس. اوه ده فراير باو. بص بصراحة يا جدعان انا الترجمة بتاعتي ضعيفة شوية، فهقول باللغة العربية على طول. تعالوا نصنع واحد، نقولها بالعربي على طول. حلو، عملنا القوس، نعمل بقى الاسهم بتاعته. عملنا 21، اوه 63 قوس، حلو اوي. 63 ارو قصدي سهم. وكده خلصنا يا جدعان الاروز. تعالوا نصنع لنا لبس برضو عشان يعني الدنيا تبقى حلوة كده، ما نبقاش تبقى ملط كده بلاش. تعالوا نوسع له مسافة. كده يا جدعان خلصنا اللبس، ودينا لبسنا اللبس اخيرا، بس بأمانة شكله حلو جدا. يلا بينا نخش على طول. لا تعالى تعالى انت، تعالى 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 بيتك بالغلط. تعالوا نشوف كده الاكل عندهم ايه احواله. طلبوا اكل، طلبوا اكل، معنا مخزون حلو. وانا تعالوا بقى ننقل السهم، تعال نحطه بدل كاب فاير دي. تعالوا بقى يا جدعان نطلع نصطاد شوية وحوش بال. المايه 6 صراحة عاوز اكتر. تعالوا كده نشوف احنا محتاجين قد ايه. تجيب خشب كتير اوف. وكده يا جماعه خلصنا تجميع الخشب، وجمعنا شويه طوب بالبره برضو. وتعالوا نصنع كرات بقى، انا صنعت 9 من شويه. تعالوا ماكس كده ايه ده. محتاجين فرجمان. خلاص تعالوا نخلص بسرعه ونروح نصطاد وحوش بقى الجديده عشان تيجي تساعدنا في البيزا بتاعتنا. يلا، ومعانا فوكس بريكس. فتعالوا ننطلق. تعالوا برضو نصطاد شوية خرفان.
حلو ده. يا جدعان فتحنا الصندوق وجالنا ارو وعلاج وجولد، حلو قوي. للاسف ما قدرتش اخلص المهمه بتاعت سك 30 بال لان الكرات خلصت متبعيه، فنروح نصنع تاني وبالمره نروح نحط او نشوف يعني الوحوش اللي احنا جمعناها. تعالوا نشوف الوحوش. انا جبت 3 بطاريق فراخ، تعالوا تستفوا بالصراحة. واللي عرفته يا جدعان ان الكراشر بيعمل لي بلد فيرجمنت، فتعالوا نصنع الصراحة. هو ايه بقى ايه اللي المفروض يحصل؟ احنا جبنا واحد، فتعالوا نحط واحد تاني، نشيل واحد من الخرفان برضو، تعالوا نحط التالت. وتعالى بقى عشان يعني عيب كده. تعالوا نروح نحطه هنا عشان يعمل لنا دول. تعالوا نشوف بقى يا جدعان هما محتاجين ايه. محتاجين هوت سبرينج. تعالوا نشوف الهوت سبرينج ده يجيبوا منين. ده الشاكوزي المفروض بتاعهم، ده الشاكوزي بتاعهم اللي هما بيستجيبوا فيه وكده. ومحتاجين فرن، محتاجين نوصل ليفل 10. تعالوا الأول بس ايه ده فتحنا، عاوزين نفتح ايه تاني؟ نفتح مثلا السرج بتاع ده، ونفتح القوس والسهام الجديدة، ونعمل ايه، نفتح ايه كمان، نفتح العصاية دي. تعالوا نشوف كده السرج بتاعه بيتطلب ايه. سهل ده، نقدر نعمله دلوقتي. طب حلو، تعالوا نصنع السرج دلوقتي. وصلنا ليفل 10. تعالوا بقى نروح نفتح الفرن يا جدعان. يلا نفتح الفرن والمسامير والقوس الجديد، و يلا نبدأ نعمل الفرن. الفرن محتاج نار وطوب. نار احنا بنجمعها من الفوكس، فتعالوا نروح نصطاد شوية فوكس ونرجع نعمله تاني. يلا تعالوا ندايم يا جدعان ونصحى كمل شغل. يلا وبعد ما صحينا تعالوا نروح نعمل الفرن. يلا كده نقدر نقول خلصنا الفرن. نعمل اول واحد على جنب هنا بس كده. ومحتاجين بقى نعمل الهوت سبرينج اللي هو الشاكوزي بتاعهم. فمحتاجين نصطاد وش اللي هو زي البطاريق دول اللي هو بيدونا بيدونا ميه. ومحتاجين خشب وطوب. نروح نجمع كل الحاجات دي ونرجع نبني. ولقيت يا جدعان تمثال اهو، لقينا تمثال تاني واحنا بنتمشى. يلا خدناه، ولقينا كارت كمان.
يلا بينا. ولمحت برضو بعيدي كده وانا بتحرك، لقيت تمثال تاني. اوه بيضة، ده في بيضة هنا، نايس. تعالوا خداها، وش زي ما شفت اهو هناك، اهو في تمثال، تعالوا نروح نقوم وناخده. يلا وتعالى ناخده، يلا بينا. ايه ده، وفي بيضة تانية هناك اهي، شايفينها يا جدعان اهو؟ تعالوا هنضط نروح لها. يلا بينا خدها، ويلا نرجع البيت عشان نروح نسطع الهوت سبرينج. ويا جماعة دينا وصلنا البيز، تعالوا بقى تحط لهم الهوت سبرينج، تعالوا نحطه هنا. بس تعالوا، لا تعالوا نبدي الأول زيادة. تعالوا، هو احنا ما نقدرش ننزل على على البحر، ما نقدرش. ايه كده نقدر نظبط، محتاجين سلالم زيادة هنا، واحد اتنين وبس كده. تعالوا نزق دي ورا البحجر، طبعا احنا اتفخنا في الوزن. ايه انت عاوز تتحدف في البحر ولا ايه؟ دي ظبطناها كده، تعالوا برضو ده. يلا كده نلزقه فيه، يلا. وصراحة التاني تعال بقى نطلع الهوت سبرينج، يلا بينا. وراح فين؟ محتاجين خشب، تعالوا نجيب خشب على السريع، خشبتين كده على السريع، ماشي. بس كده يا جدعان، يلا هوت سبرينج، يلا. نحطه كده ولا كده ولا ازاي؟ نحطه كده وخلاص، يلا. ادي فيه شوية، يبقى ما صاحبنا ده يجي يساعدني. هو مالك يا طوطو، مالك زعلان ليه؟ مين اللي مضايقك؟ يا جدعان القطوط بتاعي بدي بوز. اوه كلهم بقى جايين. يلا كده يبقى خلصنا الهوت سبرينج، كده نقدر نرفع البيزا بتاعتنا. حلو، ويلا ليفل 8. بيقول لي هنا نصنع ايه بقى؟ هو مبدئيا بيقول لي حط وحوش بال. حط بقى بيد، نحط اللي ده، حط لنا، تعالوا نحط لنا ذئب كمان، وكده خلصنا اول مهمة. تعالوا بقى بيقول لنا ايه، بيقول لنا هنا يا جدعان، دي ان احنا نعمل اللي هي البندانة بتاعت اللي هي الادوية وكده. هي فين؟ هي في ليفل 12، والبندانة بتاعت الاسلحة اللي هي المطورة شوية او الادوات الاحسن شويه. حلوه دي، كويس ان احنا فتحنا مسامير. هنحتاج بقى نوصل ليفل 11. تعالوا بس كده نعمل كرات بال ونروح نصطاد شويه. اوه يا جدعان نسيت الحوار ده خالص، نسيت السيرج، عملنا السيرج بتاع الذئب بتاعنا. وتعالوا نجيب طوب عشان نعمل كرات بال بقى، طوب وخشب كده حبه حلوين.
وادينا يا جماعة صنع كرات البال. يلا نظبط ده. محتاجين طوب، محتاجين نروح نجيب طوب. تعالوا بس نخزن معظم الحاجات دي هنا، يعني بصراحة احنا عندنا مساحة، يعني محتاجين نزود شوية مساحة. يا جماعة صحيح انا نسيتها، صحيح نسيت ازود شوية من دي. تعالوا نحطها كلها في الوزن عشان عاوزين نزود الوزن شوية بأمانة. وخلصنا كرات البال، تعالوا نروح نجمع تاني، نعمل تاني. وكده يا جماعة كده عملنا المزرعة دي برضو للقط، أو نجيب اللي هو القط. وأدينا يا جماعة، أدينا يا جماعة طلقنا في إن احنا هنحاول كده نجمع كرات بال شوية و إكس بي عشان نوصل للليفل اللي احنا عاوزينه ونرفع البيزا بتاعتنا. يلا ويا جدعان انا رجعت البيزا بس عشان ننام ونطلع نستكشف. وبعد ما رجعنا لما الصبح جه، تعالوا ننطلق يلا نسيرش على وحوش بال جديدة و نلفل برضو في نفس الوقت. يلا بينا، تعالوا كده نشوف، شوف نجرب بقى صديقنا الجديد، السرج الجديد عليهم. يلا تعالوا. هو تعالوا نجيب كده وراح فين؟ يا نهار ابيض يا جدعان، انا ثواني انا استهلكت كده، استهلكت السرجة واحنا ما جربناهوش اصلا لسه. يا حلاوة انا ما جربتوش حتى، حرام يعني. اكل بس النجم اللي معايا الباص ده، ماشي كويس ده بتتبلي تاني. وللاسف رجعنا البيزا بتقوم ورصت حاجة، بس ان شاء الله تعالوا هنعمل اسهم بس ونتحرك تاني. بصوا يا جدعان احنا جمعنا حبة حلوين يعني من الارو، ف تعالوا هننطلق دلوقتي نستكشف ونرجع تاني. هو يا جدعان ايه ده حلو ده، تعالوا نشوفه كده. اوه والعاب، هل هيجيب الضخم ده؟ اوعى خدنا الضخم وادانا ايه؟ ده ايه ده؟ ثواني يا جدعان انا مش شايف ده، ادانا ايه ده؟ ده فرو يا جدعان، ده فرو كده ناعم وحلو يعني مفروض. فيلا اكيد هنستعمله في حاجة، فيلا بينا. كان في تحديث النهارده يا جدعان، يعني التحديث بتاع النهارده كان مغزى انهم ظهروا التماثيل اللي حوالين الماب كلها، فدي يعني دي حاجه حلوه جدا. فيلا تعالوا بقى نكمل استكشاف ونروح نصطاد وحوش بال. يلا وان شاء الله يا جدعان في اخر الحلقه ان شاء الله هنوريكم كل الوحوش اللي احنا جمعناها كويس، ونشوف البركات بتاعتها بقى والقوة بتاعتها ونترجمها ان شاء الله، واشرحها لكم في الاخر. يلا بينا. وفي غزالة هنا يا جدعان، تعالوا غزالتين كمان مش غزالة واحدة، يا حلاوة. تعالوا يا جدعان شوف بقى ايه اللي هيحصل لو حركنا عليهم وعملنا كده. تعال انت، اوبا. هو يا جدعان قفشنا الغزالة، اوبا قفشتك. تعالوا نشوف دي هتيجي يلا الغزالة التانية ولا لأ. هتيجي 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 يا جدعان، جت يا جدعان،
عاش قوي، جات الغزال غزلتين، حلو قوي يا جدعان، خدت غزلتين. تعالوا نكمل استكشاف. اوه في كورتين هنا، حلو قوي. تعالوا نكمل استكشاف يا جماعة. يلا انا شايف حاجة هناك، هنا لكن اوه دي بيضة، نايس لقيت بيضة يا جدعان. يلا بينا، يلا بينا يا جدعان، حلو قوي. تعالوا نطلع في ايه هنا. دي في بيضة هناك، ايه مش عارف لا ولا سيبها سيبها سيبها، مش وقت، مفيش حاجة بتطير دلوقتي. سلام، لقينا بقى يا جدعان. يلا تعالوا نشوف هيبقى لنا ايه. ايه دي؟ تفاح، مهمات وكده، لبن وتوت. لا يا عم يفتح الله. اوه في واحد تاني هناك اهو، انا بضربك على فكرة. ده عمى ده ولا ايه؟ حلو قوي. بصوا يا جدعان، وانا بتمشى كده فتحت الخريطة ولقيت ده، فالظاهر ان ده بص، هو باين انه بص اصلا. ف ولقيت الفيلة دول، تعالوا نصطاد ولا قلت تعالوا نصطاد البص ده الاول، تعالوا نجرب نحاربه كده يا جدعان. هلا ينفع؟ يلا تعالوا نجيبه كده يجي. اوف يا جدعان رفخني. تعالوا ندي على الهيد شوت، هيد شوت. اوف يا جدعان، تعالى بدل ما تقتله تعالى. اوبا تعالوا نشوف بقى، هل هيجي هيجي ولا مش هيجي؟ اوه شكلها هناخده. اوه يا جدعان قفشنا البوس، نايس قفشنا. تشيلت اسمه، تشيلت او تشيلت اسمه، تشيلت او تشيلت حاجه زي كده، بس حلو يا جدعان قفشناه، نايس. تعالوا بقى نقفش الفيل ده، تعالوا نروح نقفش الفيل ده، تعالوا نقفشه. ده اوح اوح اوح، ده من خبطه بيزعله. تعالوا نقفش الفيل، قفشنا الفيل، وتعالوا نفتح الصندوق. اوه ادانا 3 بال بال و3 ميجا سفير، نايس والله حاجة حلوة. تعالوا احنا لقينا قلعة هنا كده، حلو قلعة هنا يا جدعان، تعالوا نروح نشوفها. بس تعالوا ناكل الأول أحسن، أنا اتنفخت يا جدعان، أنا اتنفخت. أوف وحش البوس ده زعلني قوي يعني. تعالوا نشوف حوالين القلعة قبل ما نخشها كده، في حاجة عشان أكيد لازم في حاجة مستخبية هنا ولا هنا. وإحنا قفشنا واحد من ده من شوية، تعالوا
تعالى. اوف يا جدعان احنا متنا. اخ ماشي، تعالوا نرجع، كفاية انا كده الصراحة. تعالوا بقى نرجع نشوف ايه الوحوش اللي احنا جبناها. زي ما انتم شايفين قفشنا غزلتين وقفشنا البطريق اللي هو الكبير ده. تعالوا نحطه هنا نشوف اداءه هيبقى عامل ازاي. وتعالوا الغزالة بتقول ايه، بتكسر خشب ليفل 2. تعالوا نحطها بسرعة، احنا محتاجين كسرت خشب يا جدعان. تعال نحط واحد. وده بقى بيعمل ايه؟ ده بيزرع وكل كولدن. ده ينفع لل اسمه ده للتلاجة. وتعالوا كده ما عملناش التلاجة لحد دلوقتي. واو، انا كنت شايف تلاجة. التلاجة في ليفل 13. اوكي. ومعانا بص كده يا جدعان زي ما انتم شايفين، ومعانا الغزالة حطيناها هناك. وتعالوا نشوف احنا محتاجين غزالة واحدة معانا، وجبنا الطاير ده كمان. تعالوا نشوف الطاير ده بيزرع ليفل 2، وده بيهند ويعمل ويزرع هاند وورك ويكسر خشب ويصنع أدوية. حلو قوي. تعالوا نشوف الطائر ده بيعمل ايه بقى. بيزرع ليفل 2. الفيل بيسقي بس، نايس. تعالوا نشوف ده اخينا ده بيعمل ايه برضو. بيحط في الصندوق ويكسر خشب. حلو ده. وكده يبقى تمام الصراحة، احنا عملنا حبة حلوين. اصطدنا قردين. اصطدنا دي، تعال نشوفها بتعمل ايه، بتزرع. حلوة يا جدعان. تعال نشوف هي الباسف بتاعتها بتقول ايه. اوه يا جدعان، ده بيقول لنا هنا انه اول ما بحطه في المزرعة بقدر اخد منه توت. بينزل لي في بعض الاحيان توت احمر، فدي حاجة حلوة الصراحة. وزي ما انتم شايفين زميلنا ظبط لنا الدنيا هنا. تعالوا، ايه ده، ده في غارة علينا، نايس. تعالوا صاحبنا بيكسر خشب على طول. تعالوا نظبط الغارة دي، انا معايا لسه كرات بال وانا شفت الوحوش الصراحة. ف تعالوا نشوف هل هيتمسك الطير ده. لا ما اتمسكش. تعالوا نشوف، يا رب يجي. تعال بسرعة، تعال بسرعة، تعال بسرعة قبل ما يهاجموك يا جدعان. قفشنا واحد اهو. حلو حلو، قفشنا واحد من الطيور اللي جاية تغزونا. ادانا ايه يا جدعان؟ تعالوا نشوف كده. ادانا ريشة، ادانا ريشة، وادانا ايه ده؟ ادانا بارود، ادانا بارود. اوه يا جدعان حلو ده، ده انا ورود والله. لا جمدان يا جدعان، جمدان جمدان. اوه شايفين يا جدعان في ديناسوم. اسمه ايه؟ ديناسوم، اسمه ديناسوم. في هناك ديناسوم، بس الصراحة مش خاطر بأمانة. تعالوا بقى نشوف هي كانت الزعفة بتاعت عاوزانا نعمل ايه. قلنا عاوزانا نعمل يا رب العالمين، كانت عاوزانا نعمل تطوير الأسلحة و آلة اسمه ايه ده يا رب العالمين، آلة الأدوية. تعالوا برضو نفتح الفاس بتاع الجديد، ونفتح برضو لبس الجديد ده. ونقدر دلوقتي نفتح الفقاسة بتاعت البيض، بصراحة فتحناها. وتيجوا نفتح ايه تاني يا جدعان؟ دي ترابات ما اظنش ان احنا هنحتاجها دلوقتي. فتيجوا تعالوا نصنع سرج من ايه. تعالوا نصنع سرج ده مثلا. تعالوا نفتح السرج بتاع ده. يلا ايه ده، الله
شوفوا يا جدعان بيعمل ايه. والله بيستحمى كده شكله كيوت قوي يا جدعان. اوكي يا جدعان تعالوا ننطلق بقى نعمل ايه، نصنع الالات الجديده. محتاجين خشب. بصوا يا جدعان احنا بقى هننطلق عشان نجمع الموارد دي، ونيجي بعد ما نجمع الموارد على طول. ادينا يا جدعان هنعمل ترابيزه العلاج اهو. يلا اول مهمه، صديقنا الكبير هيجي يساعدنا من بره، وكده نقدر نقول عملنا الترابيزه المطوره بتاعت الاسلحه. يلا نحطها هنا ونلزقها في الحيطه شويه، نطلع قدام بس كده. تعالى يا صديقي، تعالى انزل معانا. بال كده نبقى خلصنا نهايه الوعي بتاع جديد بتاع جديده. ايه ده؟ ده الاكس الاحسن ودي البلطة الأحسن. تعالوا عايزين نصنعها. تعالوا نروح نرفع يلا البيزا بتاعتنا. يلا وصلناها ليفل 9 جولد بوكس اللي هو تلاجة، وعاوز سفير بورك باش. سفير بورك باش ومنضدة كرات البال. منضدة محتاجين نوصل ليفل 14 يا جدعان. اوكي تعالوا نشوف احنا ليفل 12 ماشي. تعالوا احنا عايزين نجمع كرات سفير الاول، عاوزين بس نظبط ده الاول. عاوزين نجيب من ده، ده بياخد 5. محتاجين طوب. اوكي محتاجين قماش. هنمكس بقى كله. اوكي والادويه اللي نقدر نصنعها، نقدر نصنع ده. في حقن وفي حاجات من دي. اوكي وتعالوا احنا ممكن نصنع اللي هو ده. ده بيقول مفيد في ايه يا جدعان؟ يعني الدفء بتاعه بيبقى احسن والدفاع بتاعه بيبقى احسن. تعالوا هنشوف نصنع واحد وتعالوا نخلص صاحبنا يعمله لنا. قيمه ما نشوف احنا ناقصنا ايه تاني. تعالوا يا جدعان نعمل سراير. يا جدعان صحيح، عاوزين نصنع البيضه بقى. عاوزين نصنع البيضه كده بس عاوزين نظبط لها مجال. طبعا احنا مش هنحط حاجه هنا عشان في اجهزه لسه هتتفتح، ف حطها هنا. ممكن اعمل لها بيت فين مثلا يا جدعان؟ بس كده يا جدعان تعالوا بقى نعمل لها منطقه بيت. اتنين تلاتة تعالوا دول. تعالى صادق. خدنا واحد حلو. طب هو ممكن تهش؟ طيب شكرا يعني انت محترم والله. هو يا جدعان تعالوا نظبط بقى الاخشاب صح، نبني صح يا جدعان، نخليها مهندسين عدلين. ايوه يا جدعان خلينا كده كده. تعالوا بقى الجدران، حط شباك هنا، شباكين جنب بعض، وشباك قدام هنا قدام. تعالوا نشوف ده حيطة. حيطة. تعالوا بقى نعمل السقف. يلا أرضية سقف، أرضية سقف، كمان أرضية، كمان أرضية، وبس عشان السقف اللي بعده.
بس كده يا جدعان نقدر نقول خلصنا البيت بتاعهم، يعني محتاجين بس واحدة هنا واحدة هنا، مثلث ايوه، وبس كده يا جدعان. محتاجين كام فاير؟ محتاجين واحد. دول بقى محتاجين ايه؟ ماشي حلو، احنا نقدر نصنع ثلاثة. هنروح نصنع ثلاثة دلوقتي، نروح نصنع ثلاثة، ثلاثة صح؟ اقدر اصنع ثلاثة واكتر كمان. حلو، تعالوا يا جدعان ادينا خدنا اللبس مبدئيا، تعالوا ناخد القماش اللي هنا، تعالوا نصلح ده، و تعالوا نلبس اللبس كده نشوف ايه احواله. وزنه 10، ده كان وزنه 4 يعني. هو يا جدعان شكلنا جامد قوي، جامد قوي يعني. اوكي تعالوا بقى نصنعها، يلا نصنع البيض، منطقة البيض يعني، منطقة الفقاسة. نصنع واحدة، تانية ايه يا جدعان؟ محتاجين طوب. ايه ده بياخد 30 على الطوب؟ اوكي تعالوا نشوف احنا الطوب هنا ايه احواله. مفيش حاجة، معنا 14. اوكي اخر 2 يلا، وبعديها ننطلق نلفل ونرجع تاني. ادي نعمل واحدة هنا. فيرمنت هم محتاجين اسمه ايه ده؟ اوكي يلا بينا، في فيرمنت هنا انا خدناه، ومحتاجين القماش. القماش ده اتمنى تكون اتعمل منه شوية. حلو منه دول، تعالوا نشوف هو فاضل لنا نقدر نصنع دول. حلو، بس تعالوا نصنع الأول الفقاسة، قصة البيت، ونرجع تاني نجمع موارد عشان نجيبها. تعالوا نحطها كده هنا وبس كده، مقدرش نصنع تاني. تعالوا بقى نروح نجيب البيض ونحطه، يلا. ده كان صندوقهم. ايوه، تعالوا بقى ننطلق. احنا خدنا البيض الثلاثة، 3 بيوت صح، خدناهم. ايوه حط اول واحدة، اول واحدة يا جدعان، تاني واحدة، تعالوا نصنع دي معاهم، يلا تمام. والتالت واحدة، ونحط ما بينهم بقى نار، عشان كنت شايف فيديو كده بيقول ان لو حطينا النار ما بينهم هتبقى احسن بكتير السرعة، يعني هيبقوا سريعين في الانتاج يعني. اوكي محتاجين خشب، سهلة وبسيطة دي. بس ما شاء الله صديقنا شغال يعني. ايوه تعالى نحط واحدة كده اهي، بس كده يا جدعان، معنا كده 3 فقاسات. وتعالوا نروح نشوف بقى اللي ناقصنا هنا. وصاحبنا خلص القماش، تعالوا نشوف. لا تمام، احنا لحد دلوقتي في السليم، نقدر نصنع ده بواحد. تعالى يا صاحبي اصنع لي دول كده، اقدر اشيل الفاس ده بقى ونشوف، نجرب الفاس الجديد. ايوه خدنا الفاس الجديد. الشيلد بقى محتاجين طوب فرجمان. اوكي الفاس الجديد محتاجين طوب برضو، فتعالوا نشوف. انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ ده بيعمل ايه ده؟ وايه مفيش حد هنا هيجي يعبر دي؟ انت يا عم البطاريك، انت ايه يا جدعان ده؟ هنحط بطريق زيادة، ادي عاملها برضه، هو رايح تلقائي. حلو والله شاطر يلا.
تعالوا نشوف ده بقى هيكسر قد ايه، ولا هيكسر ازاي بالسرعة اللي احنا بنفكر فيها يعني، ولا لا. هو تعالوا ننام الاول، معلش هننام كده وبعديها نصحى. دينا نمنا يا جدعان وقمنا تاني. يا نجم فين انت، مالك انت من ساعتها وانت كده، انت مش تعبان؟ اوكي تعالى يا جدعان بقى نشوف هيجمع لنا ازاي الطوب. تعالى نشوف بقى. اوه ده بيدينا 2 في الواحدة، نايس، حلو قوي يعني، حلو ده يا جدعان. اتنين في التكسير، ده هيكون عامل ازاي في الاور ده؟ اه تعالى نشوف بقى البيض فقس ولا لسه يا جدعان. اوه يا جدعان نقدر نفقس البيض، يلا يلا يا جدعان هولد اف، يلا نشوف ايه الوحوش اللي هتطلع لنا. اوه ريبن ريبن، تعالوا ماشي تعالوا نشوف التاني يلا. اوه بلس لاما، اوكي تعالوا نشوف ايه تاني، ولاما تانية، اوكي حلو. تعالوا نشوف اللاما بقى نافعة في ايه، تعالوا نشوف دي نافعة في ايه الاول، في ال... ايه في الايد العاملة، اوكي ولاما في الز... بتاع بس في الزراعة بنركبها والكلام ده كله، ماشي. تعالوا بقى نعمل ايه، تعالوا نصنع كرات باليس فير. وصاحبنا خلص لي الفاس، اوكي تعالوا كرات باليس فير بسرعة، 6 برضو، اوكي محتاج وود خشب، محتاج وحوش. تعالى يا صاحبي كده، تعالى نصنع بسرعة على وحوش تساعدني في ال في الموضوع ده، في انها تكسر وكده. بس تعالى نشوف السروج الأول نقدر نصنعها ولا الدنيا، تعالى نشوف كده في السروج لسه. اوكي تعالى نشوف هنا ايه اللي نقدر نفتحه، في لامة هنا حلو، والغزالة والقرد. الغزالة عاوزين نفتحها بس أول ما نلفل إن شاء الله، فتعالوا ننتشر نلفل ونرجع بعد التلفيل. وكده يا جماعة دي اتلفلنا ليفل أهو، تعالوا نروح بقى نفك إيه، لا هو كان عايز أيوه الأيس، تعالوا نفك سرج الغزالة ونفك إيه كمان، نفك القوس ده بس كده، مسدس القوس. تعالوا نشوف بقى احنا محتاجين قد ايه، محتاجين خشب وطوب ومسامير، محتاجين نصنع كم مسمار، 5 هو بيدينا 2 ف3 كفاية. وتعالوا تعالوا نصنع دي الصراحة، بس احنا عاوزين نصنع ده فعاوزين طوب، تعالوا نجيب طوب بسرعة، نجيب طوب عشان نصنع شيلد، عشان احنا محتاجين شيلد جامد اوي يعني دلوقتي. حلو تعالوا نصنع الشيلد، وعايزين كرات باليسير، بس تعالوا نصنع الشيلد احنا على السريع يلا. حلو تعالوا قلنا محتاجين طوب وخشب، خشب موجود، تعالوا نشوف صاحبنا ايه دول ايه دول النهارده. اوه جمع لنا 100، نايس. الطوب نحط الطوب ده، الخشب يا جدعان والله الطوب ما بيتحط هنا، وهبيل يا جدعان. اه يا جدعان اللي بيجمع ده متخلف. يلا بينا على السريع، تعالوا نحط الشيلد الاول، هو الشيلد اتحط تلقائي، حلو. و يعني خلاص اهو احنا في النهايات، بنخلص النشاب، حلو صنعناه. تعالوا بقى نحطه، نشيل القوس ده نحطه، تعالى نحط القوس برضو في الصندوق بقى مش عايزينه خلاص.
ونحتاجين نحط ده برضو. تعال نشوف في مكان، في مكان الحمد لله. تعال نحط ده برضو، وده وده، والرماد برضو مش عايزينه، ده كمان. تعالوا نحط لهم فود، انا نحط لهم الاكل ده برضو، الاكل المستوي ده. محتاجين ايه تاني بقى؟ محتاجين عشان نصنع ده خشب وطوب. تعال نشوف اخينا الغزالة عمل ايه. ايه ده، ده بس جمع كده يا كده يا عم، صنع. وكده يا جماعة يبقى خلصنا، جمعنا كل سبائك الحديد، ونقدر نقول هنصنع الفريزر يلا، او التلاجة. تعالوا نحطها يلا، كل اصحابنا جايين يساعدونا اهو، نحطها هنا. هو صاحبنا الكيوتا ده بيولع بس. يلا عادي. هو ايه بقى، تعالى تعالى نشوف بقى يا جدعان، هل صاحبنا العملاق ده هيجي؟ تعالوا نشوف كده يا جدعان. هو بيشتغل، ما نقدرش يعني نتكلم معاه. اوكي تعال نشيله ونحطه. تعالى يا اسطى، تعالى يا زميلي. ايوه تعالى كده. عاوزك قدام دي. اوكي ماشي، بس مش عايز تتحرك من قدامها. على ما اظن كده ان احنا فاضل لنا بقى مهمة اللي هي الأخيرة، المهمة الأخيرة. تعالوا بقى ننطلق يا جدعان، عاوزين كرات باريسفير بقى يلا، عاوزين نعمل طوب. وخلصنا جمع كرات الباليسفير كده، اقدر اقول ان احنا هنتحرك دلوقتي. تعالوا نظبط ده كده على السريع كده، محتاجين طوب. اوكي تعالوا طوب تاني برضه. ايه ده، اوكي هنا. ايوه تعالوا بقى، ادينا ظبطناه. تعالى ارجع مكانك يلا يا جدعان، هننطلق. والله لا استنوا يا جدعان، مش هننطلق خالص دلوقتي. اوكي وكده خلصنا. تعالوا نشوف بقى، عاوزين نجمع من دول، عاوزين نجمع جلد، وعاوزين نظبط نصنع قبل ما ان شاء الله نقفل نختم حلقتنا، نصنع السرجين دول ونجربهم وبعدها نقفل الحلقة. تعالوا 3 كرات باريسفير، تعالى بس كده. تعالوا يا جدعان يلا بقى ننطلق، عشان تعالوا ننقل ده. تعالوا يا جدعان بقى ننطلق عشان نجمع ونطلع اكس بي شوية. ويا جدعان في 2 ماموس بيضربوا في بعض. اوف يا جدعان، نقدر ناخد لنا واحد؟ لو بوظوا في بعض زيادة ايه، هيبوظوا. هو ذكر وانثى، هو رجعان. اوكي تعالوا نستناهم بقى كده يا جدعان يخلصوا على بعض. اوف يا جدعان، اوف 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 اوف. لا تعالوا نجرب كده، هل تنفع؟ لا يا جدعان مات يا الله. كان نفسي اوي اخده. اوكي خلاص 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 خلاص، بلاش هزار بلاش هزار مع ده. تنزي ولا تنزل حاجة زي كده. ليجن كوميون ايج، ليجن كوميون ايج، ماشي حلو. اتمنى اكون بنطقها صح يعني. الان بجد اللي يعني يا ريت اذا بنطق غلط يا ريت تقولوا لي، عشان انا بحاول على قد ما اقدر يعني. تعالوا اهو ريسبون، نايس. اوكي هو
هو بيقول لي في مهمة هنا أصلا إن احنا هنخش نقتل البوس اللي هنا، فاحنا مش بقوتنا دلوقتي. إن شاء الله الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها إن شاء الله نقدر فايت البوس ده ونخلص عليه كمان. بس إن شاء الله الحلقة اللي جاية تعال نخش نشوف إيه اللي بيحصل هنا. إيه ده؟ أوه دول قافشين هنا كتكوت صغنن. آه ده. تعالى اوبا 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 خد يا عم انت. اوبا ايه ده؟ لا لا مش قصدي ده يا جدعان. انزل يا عم. ايوه يا جدعان كده. اوه ده اداني خزنة وبتاع. ودي ودي رتال. حلو 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 يا جدعان. تعالوا نفتح صاحبنا ده نشوف ايه الدنيا معاه. الأرنوبة الجميلة دي جت جميلة شكلك والله كيو. اوه يا جدعان روضناها. نايس حلو روضت على طول. نايس. هو اكيد في الفسحة دي ولا هو في فسحة تانية فوق؟ اه في اه هنا اهو اهو. اوف بس ده دنجن. لا يا جدعان بلاش بلاش دلوقتي بلاش دلوقتي. اوه في هنا ريسبون. حلو تعالوا نروح نفكه ونشوف لو في وش جديدة. دي باليسفير ولا ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ اه دي فاكهة. اوه فاكهة نايس. وايه الفسحة دي يا جدعان؟ مفيهاش مفيهاش ولا وحش خالص. ايه عيب والله. وفي تمثال هناك. ايه ده؟ في وحش جديد اسمه فيكسي اهو. ايوه كده يا جدعان يعني ادونا في الحلو منه. اي يا كلبه. اه ما كنتش عاوز اقتلها. اه ماشي خلاص يلا جي جي. في وحش هناك برضه. اه ده روضناه قبل كده. اوه صندوق نايس. يلا و 3 بالسفير وجولد وسمل بال سول. اوكي حلو. في صناديق هنا في الزاوية ولا حاجة مش عارف. انا الحتة دي مستخبية فيها حاجات ولسه كنت اقول ده فيكسي. ده ايه ده؟ اوه ده ده حيوان جديد. تعالوا نجيبه. يلا اه ده مات. اوكي 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 وصلنا ليفل 14. حلو وفي شيست كمان اهو. يلا اوه في واحد ليفل 6 هناك اهو. حلو في حاجة هنا؟ في بيض مثلا ولا حاجة بيضة مركونة. اه في بيضة هناك اهي. ماشي تعالوا نروح نقبض ناخد ابو ليفل 6 ده ونري ونروح للبيضة اللي هناك. يا عم انت ايوه كده تعالى. اه هديله واحدة بالفاس كده. ايوه تعال. ايوه هتيجي ولا ايه؟ هيجي؟ ايوه جه. يلا يا جدعان حلو قبضنا على واحد تاني. اه تكفي ان شاء الله. حلو. اوه ايه دي بقى؟ مونلس شور. مونلس شور الحتة اللي انا فيها دي اسمها مونلس شور. اوكي ده خروف ده. اه لا اوه ايه ده؟ ده تمثال. اوه ده نايس والله نايس. انا خدت بالي منه. اوه تعالوا بس نظبط الاستامينا عشان الاستامينا هتزعلنا جامد. تعالوا يا جدعان احنا مش احنا اترقينا. تعالوا نرفع الاستامينا بتاعتنا شويه بس كده على الطاقه بتاعتنا. ايه ده؟ دي ايدي. اوف لا دي ليفل 19. لا 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 مش هفايت بمناظر زي دي دلوقتي خالص. خلينا في تجميع البيض. احنا في بتاع الكهرباء هنا اهي. ايه ده دول بيفايتوا اصلا؟ ماشي اوف يا جدعان دي شالت لي اوف يا جدعان.
تعالى 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 تعالى، ترى اجرب فيك البكره. ايوه اتمسكت يا جدعان، نايس. كونيا موز صح، اتمنى اكون نطقتها صح يا جدعان. دي بيضه اللي هناك دي ولا ايه دي؟ مش عارف يا جدعان، ده ايه دي؟ ده ايه دي كمان؟ ده وحش ليفل 16 ده. ماشي سهل ده ان شاء الله، تعالى نجيبه كده. تعالى ننزل الغزاله بتاعتنا. بقول لك تعالى يا غزاله، هنزل الزب بتاعنا. هو فين؟ تعالى قتلها. يا ده ليفل كام؟ اوف 23، يا نهار ابيض. انا هتنفخ من ده يا جدعان لو اتقفشت. تعالوا شوف واحد سهل كده. ده ايه ده؟ ده ليفل 16 ده. تعالوا نشوف. ماشي حلو. ايوه هتضرب. تعال 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 تعال، افضل اضرب عليك الكرات بقى لبكره برضه لحد ما تتقفشي. اي تعالي هتتقفشي. يا جدعان هموت ولا ايه؟ ايه ده ايه ده؟ لا 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 ده احنا اتحرشوا بينا. ايوه هتيجي؟ ايوه جت اتروضت. حلو 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 حلو، روضتها نايس. دي بيضه اللي هناك دي يا جدعان. دي بيضه 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 وشيست كمان. انا دوست ايه بالظبط؟ اوكي تعالوا تعالوا ناكل، تعالوا ناكل برضو الوحوش اللي معانا الغلبانه دي. يلا يلا حلو 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 حلو، يعني قوي يا جدعان، عمالين نلقط وحوش حلوه. والظاهر لما بجري ما بيصحاش ده اصلا. وتعالوا نشوف الشيست، هو كان في شيست هنا. اهو احمر، شوف هل هيتفتح ولا مش هيت. ايه ده؟ ده مين ده كمان؟ تعالوا نشوف يا جدعان. بس 16. ايوه اهي هي 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 اهي، هتيجي معايا كرات كتيرة، معايا كرات كتيرة كده. هموت ولا ايه؟ مت يا جدعان. عالريلود. اوكي والله يعني استمتعت. تعالوا يا جدعان بقى كفاية كده بيزا، تعالوا نروح لها. هو ايه صاحبنا مش بينام ليه؟ ما عندوش سرير كافي؟ لا السراير هي كتير اهي الحمد لله. تعالى يا صاحبي تعالى نشيلك. ما نقدرش نشيله، ما نقدرش نشيله للاسف. طب هنروح ننام احنا يا جدعان عشان يجي لنا الصبح بسرعه. نروح نظبط كده نشوف احنا ناقصنا ايه. بس كده احنا المفروض بقى نروح نفتح ماكينه البالسفير، نفتح الميجا سفير الاول، نفتح دي ونفتح سيرج صديقنا ده، ونفتح السيرج ده. بلاش السيرج اللاما دلوقتي، ما معناش كده حاجة تاني. بس كده تعالوا نشوف بقى الوحوش اللي احنا اصطدناها بتقول ايه. ده ايدي عاملة وبيدينا كهربا حلو، دي بتزرع وايدي عاملة برضو حلو ده، ودي ايدي دي بتزرع وادوية ليفل 2، تصنع ادوية ليفل 2 حلو ده. تعالوا نشوف بتدينا ايه. تعالوا بيقول لي يعني انها بتزود الهجوم للوحوش العشبية اللي بتبقى معايا، حلو ده والله. تعالوا نشوف دي كمان، دي ايه؟ يعني بتحط ضباب سام على العدو يعني، حلو لطيفة مش وحشة. هو في وحوش تاني قفشناها ولا هم دول؟ هم دول انا اظن. ودي بتعمل ايه دي؟ خلينا نشوف الارنوبة دي البس بتاعتها. يعني دي بتبقى حلوه قوي هنا. طب تعالوا يا جدعان
نشيلها دي ونحط بدلها دي ونشوف كده. دي بتقول حلوة جدا، وإذا كانت في مدة السلاح يعني كده. تعالوا مثلا احنا عاوزين نصنع بس مضادة الميجا سفير. هي فين؟ اهي محتاجين مسامير، 10 مسامير. تعالوا سهلة، 12 مسمار. تعالوا كده يا جدعان نجربها، البت الجديدة دي نجربها. يا فين؟ تعالي 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 يا طوطة، تعالوا يا جدعان نجربها عشان بس بتاعتها حلوة بأمانة. وريني بقى، بتقول بتزيد الكفاءة. وريني كفاءتك ايه الأحوال لما بتكون عند مضادة السلاح. وكده يا جدعان احنا يعني نسيبها تعمل، وتعالوا نعمل بقى احنا السرج بتاع الغزالة. السرج بتاع الغزالة تعالوا نعمله يلا، و هو هياخد وقت. نروح ونرجع لكم بعد ما يخلصوا. تعالوا بقى نعمل ايه، نحط البيضة اللي احنا جمعناه. انا متحمس قوي يعني للبيضة اللي احنا جمعناه. تعالوا نحط دي هنا ودي هنا ودي هنا. تعالوا نقدر نصنع واحدة كمان. لا محتاجين لسه بتاعت دي. حلو ده، عملنا 11 كده. جايين تعالوا بقى نعمل بتاعت الكرات بالسفير، ضغطة كرات البالسفير والميجا سفير. ايوه خد جنب كده، لا بس كده. اوه عاش يا جدعان عاش. تعالوا عاوزين نصنع ميجا سفير. اوف محتاجين انجنت، انجنت حديد. نصنع 3، وهنا نقدر نصنع كام؟ 6. اوه في واحد جديد هنا اهو يا جدعان، في وحش جديد. تعالوا ناخده او نصطاده. اوف انا قتلته اخ بالغلط. اوه في واحد تاني غيره. حلو ايوه بس كده. تعال لا هتيجي لو كده هروح اضربه بالفاس. ها شيء جه، تعالوا نضرب التاني. الله دول بيضرب كلهم يا نهار ابيض يا جدعان. الفيل لا كله الا الفيل، كله الا الفيل. انا هنا اهو، انا هنا اهو، انا هنا اهو. عايز اخش مزرعتي كتكنيلة. روح يا جدعان. هو ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي اتضرر هنا؟ هو مفيش حاجة صح؟ مفيش حاجة اتضررت صح؟ ايه مفيش حاجة اتضررت الحمد لله، بس هو البلاوي بتوعي بس اللي خدوها. اه يا جدعان تعالوا نرفع دي ليفل 10 مبدئيا كده. تعالوا ننقل الكروديات اللي نايمين دول. اه يا جدعان تعالوا حط ذئبين بطريقين. تعالوا نحط دي وكمان دي و ده. حط احنا في غزالة معايا حطها هنا، وتعالوا نحط ده و حط دي بتجمع خشب برضه. بس كده يا جدعان. دي بتقول ايه ثاني؟ انا عاوز اغير دي بس ما تهاجموش اي جثه بقى. دي بتخلينا حاله تركيز على العمل، والتانيه بتخلينا حاله الهجوم على طول. يا نهار ابيض يا جدعان انا الفيل رعبني. ده ايه دي جثه؟ يا جدعان ده داخل يعمل لنا السرج اللي جوه. اوكي يا جدعان والله انا اتضايقت اوي. الفيل السخيف، فيل سخيف حرفيا موت. هنشوف دول
اوه دول الاتنين دول خلصوا، تعالوا نفتحهم على طول نشوف بقى ايه الدنيا. اوه طلع لنا ده حلو، ده وصلنا ليفل 15 كمان. اوه ايه ده؟ ماو واو ماو ماو، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ثواني كده يا جدعان، تعالوا نروح نتشيكو. تعالوا بس ننقل ده وننقل دول. وايه ده؟ ده ايه ده؟ تعالوا نشوف ده بيعمل ايه. تعالوا نشوف الباسف بتاعتك، هو ده في المزرعة بيطلع لنا ايه من المزرعة؟ يعني ايه ده؟ ده بيجيب لنا فلوس؟ نايس، بس مش دلوقتي. طب تعالوا نحطه كده. تعالى كده يا صاحبي، تعالى 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 يا تعالى يا يا تعالى يلا، اتحط هنا كده. ده بيجيب لنا فلوس ده، ايه ده؟ ريح بقى عيب يعني. تعالوا بقى نحط بقية البيض اللي معانا. ادي بيضة، ادي كمان بيضة، بس كده يا جدعان. تعالوا بقى نشوف ايه اللي في الليفل. تعالوا نرفع ليفل شوية، نرفعه اتش بي، خليه اتش بي اتش بي. تركيز على العمل، اياكو هشتمكو لو حد اتحرش بحبي فيل تاني. انا مش نايس. هو ده ايه بقى يا جدعان؟ والله ده مال الطوب، ده اللي بيتاخد فيه الطوب. يا جدعان ماشي. وتعالوا بقى نفك دول، نفك دي ونفك دي ونفك دي. بس تعالوا ابني الميل. محتاجين طوب، تعالوا نجيب طوب. يلا تعالوا نحطها نفس الموضوع برضو، بس نحطها قدامها هنا. كده هنحطها نفس كده بالظبط. يلا يا الايادي العاملة تعالوا. ايه بقى بنعمل بيها ايه؟ انا عاوز اعرف. بس كده يا جماعة، ده قمح، بنظبط بيها القمح. ماشي يا جدعان. تعالوا نشوف فاضل ايه. وكده يا جماعة وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من سلسلة بال وورلد، واتمنى تكون عجبتكم. وما تنساش اهم حاجة اللايك والكومنت والشير، بيدعموني جدا. والاشتراك ما تنساش. ويعني يلا مطولش عليكو. سبحان الله بحمده واشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ويلا سلام. Just the two of us.